التقادم الصرفي وانت مغمض بنتكلم على كام؟ احنا بنتكلم على نص المادة 531، بنتكلم على تقادم صرفي. ركز بس قبل ما نحللك اشكالية المدني والجنائي والصرفي. نص المادة 531 قالت لك هو انت مستفيد في الشيك؟ عايز ترفع قضية على الساحب، عندك سنة تقيم فيها الدعوة. ركز معايا، انا مستفيد في الشيك وعايز ارفع قضية على الساحب، بس هتجه للمحكمة التجارية وهأقيم الدعوة، عندي سنة اقيم فيها الدعوة. طب حد عارف انا هرفع لو رحت المحكمة التجارية هاخد اجراء بموجب الشيك ازاي؟ بموجب ايه؟ لا، انا بتكلم على الاجراء اللي هيتاخد في المحكمة. حد عارف انا هرفع ايه؟ عايز حد اسقف له؟ ها؟ انا عايز اخد، اتفضل يا فندم. لعيب امر اداء، لو رحت المحكمة التجارية، مش احنا عندنا نص المادة 202 من قانون المرافعات قالت لك لو كان دينك معين المقدار حال الاداء ثابت بالكتابة يبقى هتاخد اجراء بموجب ايه؟ امر اداء. فلو انت هتقيم الدعوة على الساحب، عندي سنة اقيم فيها الدعوة او اقيم فيها امر الاداء. طيب عايز ترفع قضية على البنك، مين اللي هيرفع؟ المستفيد، عنده 3 سنوات يقيم فيهم الدعوة على البنك المسحوب عليه الشيك.